طبعا نحن فخورون جدا في استضافة معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يعد الأول من نوعه خارج حدود موطنه الرئيسي سويسرا. طبعا يمتد عمر معرض جنيف الدولي للسيارات 100 عام تقريبا، ونحن جدا سعداء في دولة قطر في استضافة مثل هذا المعرض الدولي الذي يتضمن 30 علامة تجارية، وتم أيضا الإطلاق عن 20 علامة تجارية على مستوى المنطقة، 10 علامات تجارية على مستوى العالم. طبعا هناك فعاليات مصاحبة لمعرض جنيف الدولي للسيارات، وهذا ما يميز نسخة دولة قطر في الاستضافة. تتضمن الفعاليات المصاحبة تنوع، بداية من الكثبان، تجربة القيادة في الكثبان الرملية في سيلين، عبورا إلى درب لوسيل من حيث مسير التميز الذي يتضمن 100 سيارة. تعد أهمية هذه النوع من المحافل الدولية نقطة جدا مهمة في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وهذا ما يميز المحافل الدولية في دولة قطر واستضافتها وجدارتها أيضا في استضافة مثل هذه النوع من المحافل، ودليل على جودة الخدمات، جودة المعارض الدولية نستقطبها وقادرة على استقطاب زوار أكثر من جميع أنحاء العالم. دولة قطر حافلة ومليئة جدا بالفعاليات في المستقبل، وجميع الفعاليات تجدونها في رزنامة قطر من خلال الموقع الإلكتروني التي تحمل فعاليات متنوعة تتناسب مع جميع أفراد الأسرة والأفراد عموما.